أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نلاحظ في بعض القنوات الفضائية مناظرات بين بعض أهل السنة والرافضة، فهل يدخل في هذا المناظرات المذمومة؟ إذا تولى هذه المناظرات علماء من أهل السنة يعرفون مذهب الرافضة وعواره وما فيه من المخازي، فهذا شيء طيب ليبينوا للناس ضلالهم. أما إذا كان الذي يدخل معهم ليس عنده معنى، إنما عنده غيره وعنده محبة للخير لكن ما عنده علم، فهذا لا يصلح، لأنه قد يتغلبون عليه يصير نقصا في حق أهل السنة. المهم لا يدخل معهم إلا من عنده علم وبصيرة وحكمة في الرد عليهم. نعم. والمسألة اليوم ما هي مثل من أول، يتناظر الاثنان ولا في مجلس ولا يدري عنهم أحد. مسألة الآن علانية على الملأ، على العالم كله، على العالم كله يسمعون وينظرون. ألا يدخل في هذا الميدان إلا من عنده استعداد علمي وعقلي وتثبت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.